ماشي، دي اسباب السماء او الاسباب اللي احنا نعملها عشان نزود بيها الرزق بتاعنا. حلو، نيجي بقى على اسباب الارض، الاسباب اللي انا مطلوب مني كمهندس ان انا اعملها عشان ازود رزق. قبل ما اقولها لك عايز انبهك لملاحظه بسيطه، وهي دلوقتي مثلا 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 انا كمهندس قلت لكم مصاريفي 5000 جنيه، ده زمان قبل التعويم وقبل الفوضى اللي حصلت، خلاص مع التضخم والتقلبات وي 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 وي, وي. مصاريفي زادت بقت 100% دبل، بقت 10000. انا بقول مثلا ممكن تكون زادت اكتر من كده، ممكن تكون زادت اقل من كده، بس بقول لك مثال مثال. هل الراتب بتاعي او الدخل بيخش لي زاد 100%؟ لا، ده ممكن ما يكونش زاد اصلا او زاد بنسبه قليله جدا. خلاص حلو، فانا زمان كان اللي جاي على قد الرايح كانت ماشيه معايا بالستر، اما دلوقتي لا، انا عندي عجز في الدخل بتاعي كل شهر. الحكمه تقول لك بقى، هل انا مطلوب مني ان انا اكون ثروه واحوش في الوقت اللي انا فيه؟ يعني هل انا مطلوب مني ان انا اقعد بقى اقسم المرتب واقعد اشوف بقى 10% ادخار 10% استثمار والجو ده، ولا مطلوب مني اقلل الخسائر، اقلل الفجوه اللي بين اللي جاي لي وبين اللي بصرفه؟ صح، انا بقول لك ده يا حبيبي عشان ما تجلدش ذاتك، انا برتب افكارك. انا في ازمه، انا في مشكله، هل من العقل ان انا اسعى للادخار واسعى بقى لان مرتبي يكون اكبر من مصاريفي اللي هي زادت 100% في زمن في فوضى اقتصاديه، ولا يبقى العقل ان انا اسرفايف واحافظ على مكاني اصلا في هذا العالم؟ يعني مش عايز اقدم خطوه، انا عايز بس اسرفايف في كارثه طبيعيه بتعدي علينا اهو، اعصار جاي علينا اهو، في ظل الاعصار والدنيا خربانه اقوم رايح وابني لي بيت، ولا اشوف انا اعدي ازاي الاول من الاعصار، وبعد ما يعدي اشوف بقى ايه الدمار اللي حصل، اصلح حياتي ازاي وهكذا. صح، لا، العقل يقول لك نحن في ظل الازمه نسعى لتقليل الخسائر، انا عايز ابقى موجود بس، ده الهدف بتاعي المؤقت. بعد ما الازمه تعدي والدنيا تستقر ساعتها بقى نشوف الكلام على ايه ونشوف هتحرك فين. طب يا هندسه، ما علامه ان الازمه الاقتصاديه وقفت او سبتت او مشيت؟ بص، مش هدخلك بقى في قصه اقتصاد بقى ومؤشرات وهكذا، ولكن بمنتهى البساطه لما الدنيا تستقر لمده سنه، خلاص والله استقرت على غالي استقرت على رخيص ما عنديش مشكله، بس تستقر، انا عايز الدنيا تثبت لمده سنه. في خلال السنه دي هتكون الشركات عرفت راسها من رجليها، انت عرفت راسك من رجليك، عرفت ايه اللي بيخش لك، عرفت ايه اللي بيخرج منك، بناء عليها تعرف تحط خط. لكن طول ما الدنيا رايحه جايه رايحه جايه اعرف ان احنا في ازمه. خلاص، ده انا شايفه التفكير المنطقي في اداره الازمه. ازمتي الماليه انا على مستوى شخصي اديرها كده، ما ادورش على مكاسب، ادور على ان انا ازاي اسرفايف. ودي تقريبا نفس طريقه التفكير اللي كنا بنفكر بيها واحنا بنحط خطه حرب اكتوبر لاستعاده سيناء المحتله. انا بوريك ان الدنيا ملنكه على بعض، ودايما يا شباب الحروب البشريه بعد ما الحروب دي بتخلص بتستفيد منها وبتسقط الدروس دي على بقى اداره الاعمال واداره المشاريع واداره الحياه وكل انواع الادارات. فانت ممكن انت في حياتك تستفيد من درس احنا شفناه في حرب مثلا، عادي بتحصل. ازاي؟ 67 سينا كلها اتخذت مننا، واليهود بنوا خط بارليف على قناه السويس، عملوا ساتر كده ترابي وتحتيه قلعة خرسانية عملاقة. الناس فاكر ان خط بارليف ده شوية تراب كده من فوق، لا، ده الجزء اللي ظهر لينا من جوه بقى في هياكل خرسانية عملاقة، اماكن تطلع الدبابات تضرب منها، دوشم، تراكات، سكة حديد عشان المدافع والبضائع تتحرك عليها على طول القناة وهكذا. جيش مصر ساعتها كان خارج من حرب مهزومة، كان محتاج يبني قدرات عسكرية جديدة، ودي كانت مسؤولية رئيس أركان الحرب والقوات المسلحة الفريق سعد الدين الشاذلي الله يرحمه. ده كان مسؤول عن بناء وإعداد القدرات العسكرية للجيش المصري في خلال 5 سنين 6 سنين، أخش الحرب أجيب سنة تاني. خلاص، الخطة كانت محطوطة كالتالي: قدرات العسكرية اللي أقدر أبنيها مش هقدر أستعيد بيها سنة كلها، مش هعرف، أنا عايز أدخل حرب وأرجع أول 15 كيلو بس من سينا. يعني آدي قناة السويس أهو، انا هعدي قناه السويس واخش في العمق بتاع سينا 15 كيلو واقف، ما كملش اكتر من كده. طب اشمعنى 15 كيلو؟ ده كان المدى بتاعه الصواريخ بتاعه الدفاع الجوي اللي تقدر تغطي القوات وهي بتتحرك. دلوقتي انا كعسكري ماشي على الارض وماشي شايل بندقيه، لو طياره اسرائيليه جت وقتلتني مين اللي يغطيني؟ عندك حل من اتنين: يا طيارات مصريه تطلع تعترضها، او صواريخ دفاع جوي. سلاح الدفاع الجوي في الجيش المصري كان عامل حاجه اسمها حائط الصواريخ، كان اسمه كده، حائط الصواريخ. دي منظومة اعتراض صواريخ مصرية تضرب أي طيارة إسرائيلية تعدي في مدى 15 كيلو
بعد القناه من كتر ما هي منيعه ومفيش حاجه تقدر تصدها سموها حائط الصواريخ. الطياره لو طايره ومعديه منها هتخبط في حيطه، كان خبط في حيطه بالظبط. فكان الخطه اللي حطاها سياده الفريق سعد الدين الشاذلي كان مسميها خطه المآذن العاليه. دي كانت عباره عن عبور قناه السويس بكل انواع الاسلحه، بعد كده اعمل تقدم القوات 15 كيلو وقف. حلو. بعد ما اثبت تواجدي بعيد سينا اجيبها بالمفاوضات من خلال التفاوض. ما انا علمت عليك بقى كاسرائيل، خلاص اجيب بعيد سينا بالمفاوضات، لكن انا مش هعرف اتقدم عسكريا في كل ايه، في كل سين. في مشكله في كده؟ لا. محدش بقى طلع لا ازاي دي ارضينا لازم نحررها كلها ومش عارف ايه. لا 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 لا، لازم قبل ما تدخل اي حرب، قبل ما تحط اي هدف، تحط هدف منطقي. انت لو طلقت الجيش المصري في سينا كلها، ايه اللي هيحصل من غير غطا؟ ايه اللي هيحصل؟ هيحصل زي 67، الطيران الاسرائيلي هيفضل يخمس علينا رايح جاي رايح جاي لحد ما يخلصوا علينا. ده وصلوا من الاجرام، من الاجرام في 67 كان الجيش كله بينسحب. كانوا يحبوا يوفروا في ذخيره الطيران بتاع الهليكوبتر بدل ما يضربوا بالذخيره على الجنود وهي بتجري. عزل، انا المفروض ان انا مش بحارب، انا اعزل. لا، يوم يخبط الجندي بسن الطياره، مراوح الهليكوبتر عماله تلف دي، يوم مايل الطياره قدام كده تقول مروحه جايه وشايلاه. شفت الاجرام؟ فكنا احنا عارفين الدرس ده كويس جدا من 67، فقلنا مش هيتكرر تاني في 73، حركه مش هتحصل تاني. اي جندي يتحرك على الارض لازم له تغطيه، يا جويه يا دفاع جوي. حلو. حاجه تانية وهي الطيران المصري. الطيارات المصريه كانت طيارات روسيه اسمها طيارات سخوي، مده الطيران بتاعتها نص ساعه، ساعه ما تحط الكونتاكت كده وتدي اول نص ساعه. طيب الطيران الاسرائيلي، اسرائيل ما بتصنعش طيارات، كانت بتجي من امريكا، طيارات الفانتوم دي المدى بتاعها 3 ساعات ونص، واقوى من الطيارات السخوي في المناوره. طيارات السخوي تقيله في المناوره، الفانتوم بتخمس في الجو عادي جدا. فاحنا كان من مصلحتنا ان حائط الصواريخ ده يفضل موجود بحيث ما فيش طياره تهوب ناحيه الجيش المصري، ويبقى الهدف من مقاتلات السخوي تضرب مراكز حيويه على الارض، يبقى صواريخ جو ارض. هتقول لي هندسه ماشي، الامكانيات محدوده بهذا الشكل، ايه بقى اللي يخلينا نخش في حرب؟ لا، احنا امكانياتنا محدوده، اه دي حسابات دنيا، لكن احنا حسابات دنيا بس ولا دنيا واخره؟ احنا يا باشا دنيا واخره، احنا كنا داخلين الحرب دي وعندنا عقيده الايمان، مسلمين بيحاربوا يهود، وكانت شيوخ الازهر تعدي على المعسكرات بتاعه التدريب ويقعدوا يحكوا لهم عن بطولات الصحابه والمعارك والغزوات وهكذا، جنود كانت تضرب رجلها في الارض يقول لها انتوا ساكتين ليه؟ عايزين نحارب بقى، فاهمني؟ ودي نقطه احتاج اقف عندها. اسباب السماء اللي قلت لك عليها اللي هي اسباب الرزق دي مش هتجيلك الا لما انت تعمل اللي عليك 100% كاسباب ارض، يعني ربنا مش هيكرمك ويوفقك ويرزقك من حيث لا تحتسب الا لما يشوف جايب اخرك 100%. طب هل ال100 بتاعتي دي، هل ال100% بتاعتي دي هتوصلني للفلوس اللي انا محتاجها؟ مش شرط، دي ما تفرقش مع ربنا في حاجه، ربنا عايز يشوفك انك انت جايب اخرك 100% وعامل عليك 100%، وساعتها هيحول الاسباب المتواضعه اللي في ايدك دي لاعظم اسباب النصر. يعني تعالى لي في حرب غزه، تعداد قوات الجيش الاسرائيلي كام في الاجتياح البري؟ 120,000. تعداد مقاتلي حماس كام؟ اكبر تقدير من الخبراء العسكريين قال لك 31,000. 31,000 قصاد 120,000، دول بيحاربوا ببناطيل ترينج وبشبشب ومعاهم سلاح بدائي محل الصنع، ودول معاهم اقوى اسلحه في العالم مدعوهم من الجيش الامريكي. حسابات الدنيا مين اللي يغلب؟ الجيش الاكبر، صح؟ لكن اكمن حماس او اكمن المقاومه الاسلاميه جايبه اخرها 100%، فربنا بينصره. هم خدوا بكل الاسباب اللي معاهم اللي هي بحسابات الدنيا ولا حاجه اصلا، الصواريخ بتاعتهم، منظومه الصواريخ رجوم وسجيل وابابيل وكل الاسماء الجميله دي، بتخش وتعدي في عمق اسرائيل وتخش تل ابيب. بتعدي منين بقى؟ ما اسرائيل عندها منظومه اعتراض صواريخ اسمها القبه الحديديه في القلاية، في منظومة أقوى منها أعلى منها اسمها مقلاع داوود في القلاية، ولا ليها لازمة. فده القانون اللي انت تتعامل فيه مع ربنا بأسباب الدنيا وأسباب الآخر، وربنا قال لنا القانون ده في آية تتلى ليوم القيامة في سورة مريم اللي هي بتقول قال الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، وفي قراءة أخرى تساقط عليك رطبا جنيا. خلاص، يمين يا ستنا مريم، يا إيه يا اللي حامل في التاسع، مطلوب منك انك انت تهزي نخلة. انا كبني ادم طبيعي كشرنوبي اهو اعرف اهزي نخلة؟ انت تعرف تهزي نخلة ولا الهوا؟ ازاي بقى واحدة حامل في التاسع هتهزي نخلة؟ لا، الموضوع مش كده، الموضوع يا ست مريم هاتي اخرك، حتى لو هتحركي ايدي المسيح لمسه كده ده اخرك، اه البلح ينزل عليك. ربنا بيعلمنا هنا درس مهم جدا، وهو خذ بالاسباب، مالكش دعوه نتيجه الاسباب دي ايه، المهم تجيب اخرك ولا تنتظر النتيجه، ربنا هو اللي حددها. فهمت الدرس ده؟ الدنيا هتختلف جدا معاك، نظرتك للامور بعد كده هتختلف جدا، على الاقل مش هتبقى محبط اللي هو اه انا اشتغلت وعملت اللي عليا وبتاع، ازاي الرقم ده ما جاليش؟ المفروض الرقم ده كان يجي لي. لا، مش هتنتظر بعد كده نتيجه، وساعتها هتتفاجئ من كرم الله الغير محسوب، واللي انت ما كنتش متوقعه او
واللي انت ما تستاهلوش. انا شخصيا ربنا بيرزقني برزق انا ما استاهلوش، لا مجهودي ولا فكري ولا شطارتي يوصلني الرزق ده اصلا، ولكن بالنسبه له الموضوع كن بس كده خلاص. ده بالنسبه لطريقه التفكير اثناء الازمه. حلو هندسه، ايه هي الاسباب اللي اقدر اخدها من وجهه نظرك؟ انا هقولها لك في صوره اقتراحات، وخلي بالك يا شباب الاقتراحات اللي انا بقولها دي مش ملزمه ليك. انا مش بشرح لك هنا حاجه تكنيكال، او مش بشرح لك مثلا بياض ولا سباكه ولا الكلام ده، لا مش حاجه مقفوله، دي اقتراحات ممكن تطلع صح ممكن تطلع غلط، ممكن تناسبك ممكن ما تناسبكش عادي، وهتلاقي في الغالب كلها انت عارفها تقريبا، ولكن خليني اشرحها لك في صوره نقاط محدده. اول حاجه واول طريقه انا شايف انك انت ممكن تحسن بيه وضعك وتخرج من هذه الازمه، انك انت تسيب اللعبه اللي انت فيها دي وتشوف لعبه تانية، او بمعنى ادق انك انت تسافر. انا بالنسبه لي شايف ان ده اقتراح منطقي جدا، وخصوصا مع فرق العمله الرهيب، يعني فرق العمله كل ما عمال بيزيد بيننا وبين الدول اللي حوالينا، صح كده؟ ايه المانع انك انت تبدا تفكر في قرار السفر؟ وانا عارف ممكن تشوف ان موضوع سفر بالنسبه لك ده حاجه بعيده، او امتى امكانياتك وقدراتك دلوقتي مش هتؤهلك بذلك، وحاسس الموضوع بعيد ومشوار طويل، ده لسه بقى اقعد ادور على سفر واشوف الدوله اللي انا رايحها دي شروطها عشان هي اخشها، وهل شهاده الهندسه معترف بيها في الدوله دي ولا لا، وقوانين العمل هناك اخبارها ايه، والشركات والرواتب والاقامه والصرف صح، شايف كل الهلومه دي بالنسبه لك؟ لا لا لا، حس الموضوع بعيد عنك. في نفس الوقت بشوف ناس بداوا فعلا يمشوا في هذه الخطوات بجديه، وفي منهم اللي سافر وفي منهم اللي مستني يسافر. طبعا السفر مش مناسب للكل، في ناس ظروفها تحتم عليها ان هي تفضل في مصر، ماشي مش مشكله، انا بتكلم عن الناس اللي عندها الفكره دي مقبوله او ممكن تكون قابله للتطبيق، ايه المانع تبدا تفكر فيها؟ ده اقتراح بقوله لك بشكل مختصر، ولو حابين اعمل لكم حلقه عن الموضوع واشرح لكم شرح مفصل كامل لموضوع السفر والهجره والقصه دي كلها، يا ريت تقولوا لي تحت في التعليقات اللي منكم بيفكر في حاجه زي كده. ولكن خليني اقول لك ملاحظه بسيطه عن السفر قبل ما اسيب الموضوع، وهي انت عشان تاخد قرار اذا كنت هتسافر ولا لا محتاج تلم اكبر قدر من المعلومات عن الدوله اللي انت رايحها الاول، وفي نفس الوقت تحدد ايه هي المشاكل اللي كنت بتعاني منها في الدوله اللي انت فيها حاليا، سواء بقى في مصر او اي دوله من الدول العربيه. بعد كده تحلل المعلومات اللي انت جمعتها عن الدوله وتشوف هل الموضوع مناسب ليك كمهندس ولا لا. معلومات زي ايه؟ اخبار المعيشه هناك ظروفها ايه، كاكل وشرب وصرف ورواتب، الاقامه ومش الاقامه والفيز ومش الفيز، فرص المهندسين هناك، نوعيه المشاريع هناك، هل شهادتي الهندسيه معترف بيها هناك ولا محتاجه معادله، وعشان اعادلها ايه الاجراءات المطلوبه، هصرف قد ايه هناك على ما يبدا يجي لي اول مرتب، طب ايه الفلوس اللي انا محتاج اصرفها في بلدي عشان اصلا اسافر من بلدي للبلد اللي انا رايحها محتاج كام. لازم تحسب المشوار كله بتاع السفر من اول ما تبدا تمشي من بلدك لحد ما توصل هناك وتقبض اول مرتب، تبقى عارف كده انا داخل على كام، انا محتاج مثلا 100000 50000 200000 300 وهكذا حسب البلد اللي انت رايحها. طيب ده كان مجرد اقتراح مبسط لو انت بتفكر في فكرة السفر، ماشي ده اول اقتراح. واحد تاني يقول لي هندسة لا والله انا الحقيقة مش بفكر في السفر وبلدي اولى بيا، ايا كان بقى الوضع اللي احنا فيه، لا انا هكمل في البلد دي وهعيش واشتغل في البلد دي، ماشي مفيش مشكلة هتكمل في بلدك. لو انت قررت تكمل في بلدك وهتشتغل وظيفة مهندس مدني، تنفيذ، مكتب فني، إدارة مشروعات، تصميم، ايا كان، واحنا متفقين ان مرتبك مش بيكفيه، اعمل ايه عشان اقلل الخسائر اللي عندي، اقلل الفجوه بين مصاريفي ومرتبي؟ فكره تقليديه جدا 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 انك انت تدور على شركه تكون بتدي مرتبات اعلى. اهو مش بخترع افكار، هي نفس الافكار. انت يا ابن حلال بتاخد 5000 6000 مش عاجبينك، ايه المانع لما تبدا تدور على الشركات اللي بتدي مرتبات كويسه للمهندسين اللي في نفس خبرتك، سواء حديث تخرج سنه 2 5 10، ايه المانع لما تشوف حاجه زي كده؟ طب يا هندسه اروح لانهي شركات؟ لا بقى انت اللي تقول لي، مش انت شفت الحلقه اللي فاتت وقيمت لك الوضع بالكامل؟ مين الشركات اللي شغاله دلوقتي وبقوه؟ شركات التطوير العقاري. يبقى انا لما احب ادور على شركات كونستراكشن احسن ولا تطوير عقاري الاول؟ تطوير عقاري الاول، دول اللي فلوسهم حاضره، دول اللي بيدوا مرتبات كويسه وهكذا. طبعا مش كل المطورين يعني، لكن اللي شغال وبيبيع عمال يبيع اول باول ده بيدوا مرتبات حلوه تصل لسبعه وثمانيه وتسعه واحيانا 10. وخلي بالك اللي بيدوا مرتبات عاليه ده مش شرط يكون مطور كبير، لا خالص، ممكن يكون مطور توب ملوش حل، ولكن الشركه عنده بتدي مرتبات تعبانه للمهندسين، مفيش علاقه بين مرتب المهندس وبين قوه الشركه خالص. والله النظام كده في مصر، فاهمني؟
وما تفرحش بالاسماء الجامده بقى واليوفط والاعلانات والكلام ده كله، لا 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 خالص. طب هندسه اعمل الكلام ده ازاي؟ بطريقه ببساطه جدا، تخش على لينكد ان وتضيف المهندسين اللي شغالين في شركات التطوير العقاري. انت مثلا مستهدف شركه اكس، تخش على صفحتها على لينكد ان، تضيف مهندسين مدني اللي شغالين هناك وتسالهم يا جماعه هو رينج الراتب عندكم كام؟ طبعا ما حدش هيقول لك على المرتب بتاعه، ولكن هيقول لك الهرم الوظيفي مرتباته اخبارها ايه. هندسه اخد معلومه من واحد، لا خدها من 10، شوف الارقام اللي بيقولوها وحط متوسط كده ما بينهم. يبقى المرتب ده انا هاخده لو رحت الشركه دي، عاجبينك خير وبركه، مش عاجبينك شوف الشركه اللي بعديها وهكذا. وتبقى دي هندسه بالنسبه لك شغلانه. يعني انا بصحى كل يوم بشتغل 8 ساعات من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 4 العصر، ولو عندي صب بصهر لحد الساعه 10 11 بالليل، صح؟ حلو. اكيد 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 مش ال 10 12 ساعه كلهم شغالهم 100% وحارق بنزين، صح؟ ساعه بريك مع الصناعيه، ساعه لما البمب ما تيجي، ساعه لما الشاري يستلم، ايه المانع لو تقدر تخطف لي نص ساعه كل يوم؟ خش على الابلكيشن بتاع لينكد ان وتبدا تعمل العمليه اللي انا قلت لك عليها دي، الحركه اللي قلت لك عليها دي، ايه المانع؟ انت بقى شغال على الحال ده نص ساعه لمده شهر شهرين 3 شهور، مفيش حاجه هتلطم معاك؟ اشك، صح؟ انا لما بقول لك كلام بقول لك كلام قابل للتطبيق وعمل، عشان انا عارف، عشان انا اشتغلت الشغلانه دي. شغل المواقع مش 24 ساعه شغل، لا، ولو هو 24 ساعه شغل ما بيبقاش طول الايام، في ايام، في شهور، مش ايام، في شهور بتيجي علينا شهر بحاله الدنيا نايمه مفيش شغل. ليه؟ اصل لوحات لسه ما طلعتش، اصل مفيش فلوس في الشركه، اصل مفيش سيوله. الشهر ده انت قاعد في الموقع بتروح 8 ساعات بترازف الصناعيه وترجع، بتعمل حاجه مفيده؟ لا. ايه المانع لما تقرص في البحث عن وظيفه في التوقيت ده؟ ايه المانع؟ انا مش شايف ليه مانع، بحيث ما انت مروح بيتك نايم على المخده كده عارف انك انت عامل اللي عليك والزياده، انا عملت كل حاجه، شغال اهو زي الفل، بطيل لا في شغلي وفي نفس الوقت بدور على فرصه احسن، في وقت ثاني في اليوم لاي حاجه؟ مفيش. ده احد الاسباب او احد الاقتراحات. وخلي بالك انا طلبت منك بقى زود دخلك، ولا تبقى رائد اعمال، ولا بتعمل اعمال ولا يحزنوه، ولا تفتح مشروع ولا الجو ده، لا، انا اولد سكول جدا، انا نمطي جدا في عذاب الارض، والاسباب المتواضعه اللي انت شايفها دي ما تعرفش اللي خير يجي لك وراها قد ايه، ما تعرفش، احنا بنعمل علينا وخلاص. ماشي هندسه، انا شهر في الثاني في الثالث جربت ومفيش شركه بترد عليا، بعت للشركات، بعت ايميلاتهم، دخلت على الويب سايت بتاعهم، كلمت الاتش ار، وكله يقول لي لما مشروع عندنا يفتح، مفيش حد رد عليا، اعمل ايه؟ هل في بديل؟ اه، تبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت شاطر فيها وتقدر تدخل منها فلوس كمصدر دخل جانبي بجانب وظيفتك الرئيسيه. حط الهندسه قبل ما تكمل لو سمحت، بعد اذنك، لو سمحت. انا ما عنديش وقت في اليوم ان انا اقدر اقعد فيه عشان ادخل مصدر دخل جانبي لي. اقول لك يا هندسه اسمع الاول مني وبعد كده شوف هل كلامي منطقي ولا غير منطقي. تعال نشوف كده، اعتبر نفسك يا سيدي عاطل عن عمل خالص ومش شغال، مصدر دخل عايز افتحه من حاجه انا بعرفها في الهندسه، ايه اقرب حاجه احنا كلنا تقريبا اتعلمناها وممكن تدخل لينا مصدر دخل محترم؟ التصميم. احنا درسنا تصميم في الكليه، صح؟ ايه المانع لما تصمم لوحات انشائيه فيلا عماره وتاخد قصادها مبلغ معين ايا كان بقى المبلغ ده كام؟ تصميم مانوال كنت بتعلمه في الكليه ده وتصميم البرامج ممكن تاخد عليه فلوس. انا لو قلت لك روح خد كورس ولا اتعلم حاجه جديده ولا تبقى جرافيك ديزاينر، لا 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 لا، انسى المجالات اللي بره هندسه اللي بتجيب فلوس، لا، انا بقول على المجالات بتاعتنا احنا الهندسيه. ايه المانع؟ هندسه انا ما عنديش مانع، بس عايز اعرف ازاي. عشان تعرف ازاي محتاج واحد متخصص في المجال اللي انت عايز تجيب منه فلوس، تلم منه معلومات، تحلل معلومات، وتشوف الموضوع ده ليه جدوى ولا لا، وهل هو مناسب للحياه اللي انت شغال فيها ولا لا. يعني هل المجهود اللي هيتضاف عليا ده مناسب ليومي انا كمهندس موقع او كمهندس مدني ولا لا؟ تعال نشوف. انا محتاج اعرف ازاي اكسب فلوس من التصميم الانشائي، هعمل ايه؟ هستخدم احد اسباب الارض. اسباب الارض، هاي شات جي بي تي. Hi Doberman, how's it going? I am fine. ممكن تتكلمي باللغة العربية المصرية؟ أكيد طبعا. إزيك عامل إيه؟ الحمد لله تمام. أنت إيه الأخبار؟ أنا تمام الحمد لله. في حاجة معينة حابب تتكلم عنها النهاردة؟ أولا أنا حابب أعرفك بنفسي، أنا عبد الرحمن الشنوبي، مهندس تنفيذ ولسه متخرج أول امبارح. تشرفنا يا عبد الرحمن، مبروك التخرج وان شاء الله دايما في نجاح. ناوي تبدا شغل فين؟ الله يبارك فيك يا ست الكل. بص يا ستي، ناوي ان شاء الله اشتغل مهندس تنفيذ، عايز اسالك شويه اسئله وترد عليا اكنك واحده خبره في التصميم الانشائي. ما شاء الله، ربنا يوفقك. اشتغلت في مشاريع معينه قبل كده اثناء الدراسه؟ يا ستي بقول لك انا اللي هسالك اسئله وانت ترد عليا كواحده خبيره في التصميم الانشائي، اتفقنا؟ اتفقنا عبد الرحمن، اتفضل اسال.
وانا هجاوبه بكل اللي اقدر عليه. بص يا سيدي، انا عايز اعرف ازاي اكسب فلوس من التصميم الانشائي. عشان تكسب فلوس من التصميم الانشائي في كذا طريقه ممكن تبدا بيها. اول حاجه تشتغل في شركه تصميم انشائي او مكتب استشارات هندسيه، هتاخد خبره وتتعلم اصول الشغل. ثاني حاجه ممكن تشتغل على مشاريع حره، تعمل تصاميم لعملاء بشكل مستقل وتاخد اجر على كل مشروع. ممكن كمان تبدا تشتغل في دورات تعليميه او تدريبيه، تعلم الناس مبادئ التصميم الانشائي وتاخد فلوس مقابل التدريس. طبعا دايما في البدايه هتحتاج شويه وقت عشان تبني سمعتك وتكسب عملاء اكتر. طيب ازاي افتح مصدر دخل ليا واكسب من التصميم الانشائي كعمل حر؟ عشان تفتح مكتب داخلي وتكسب من التصميم الانشائي تعمل في شويه خطوات ممكن تساعدك. اول حاجه تاكد انك عندك الخبره الكافيه في التصميم الانشائي. اشتغل في شركه او مكتب لفتره لحد ما تبقى واثق من مهاراتك. ثاني حاجه جهز ادواتك وبرامجك. هتحتاج برامج زي اوتوكاد، اس اي بي، كارتينال، ايتاس وغيرها اللي بتستخدم في التصميم الانشائي. بعد كده اعمل خطه عمل واضحه، حدد السوق المستهدف، الخدمات اللي هتقدمها والتسعير. اعمل دعايه لنفسك سواء اونلاين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او منصات العمل الحر زي Upwork وفريلانسر، او اوفلاين من خلال شبكتك وعلاقاتك في المجال. كمان مهم يكون عندك موقع الكتروني بيوضح خدماتك ومشاريعك السابقه. العملاء بيحبوا يشوفوا امثله على شغلك. ما تنساش تكمل تطوير مهاراتك وتحافظ على علاقتك بعملائك الحاليين عشان يجوا لك تاني ويجيبوا لك عملاء جداد. شكرا لكل المعلومات دي. عايز اعرف معلومه تانية، تصميم فيلا او تصميم منشأ سكني في مصر يكلفني كام او اقدر اخد فلوس عليه قد ايه؟ التكلفه اللي هتكبتها او الفلوس اللي ممكن تاخدها مقابل تصميم فيلا او منشأ سكني في مصر بتعتمد على عوامل كتير زي مساحه المشروع، تعقيد التصميم، الموقع الجغرافي والخامات المستخدمه. بالنسبه لتكلفه التصميم دي ممكن تتراوح من 50,000 جنيه لحد 100,000 جنيه او اكتر حسب حجم وتعقيد المشروع. اما بالنسبه للاجر اللي ممكن تاخده ده برضو بيتحدد على حسب نفس العوامل. في العاده مهندسي التصميم بياخدوا نسبه من اجمالي تكلفه المشروع، ودي ممكن تكون من 1-5% من التكلفه الكليه للبناء. يعني لو تكلفت بناء الفيلا او المنشا السكني حوالي 2 مليون جنيه ممكن اجر التصميم يبقى من 20,000-50,000 جنيه تقريبا. انا بتكلم عن تصميم فيلا لواحد عايز يبني بيته، عايز يعمل تصميم انشائي، اخد منه فلوس قد ايه؟ فهمتك. عشان تعمل تصميم انشائي لفيلا لشخص يبني بيته ممكن تاخد عدد نسبه من اجمالي تكلفه البناء. هذه النسبه تتفاوت وتعتمد على حجم الفيلا وتعقيدها والاتفاق المسبق مع العميل. لمثال تقريبي، إذا كانت تكلفة بناء الفيلا حوالي 1,000,000 جنيه فممكن تحصل على نسبة تتراوح بين 1%-5% من هذا المبلغ كأجرة لتصميمك الإنشائي، وهذا يعتمد على التفاوض وشروط العقد بينك وبين العميل. في النهاية من المهم وضع عقد متفق عليه بشكل واضح يحدد الخدمات المقدمة والأجر المتفق عليها لتجنب أي سوء فهم أو خلافات مستقبلية. معلش، هو مصدر معلوماتك ده إيه؟ مصدر معلوماتي يعتمد على المعرفة العامة والخبرة في مجال الهندسة المدنية والتصميم الإنشائي. لو مهندس تعلمت عن كيفية تقدير التكاليف والأجور المعتادة في السوق بناء على المشاريع والخبرات السابقة. طيب لو أنا عايز أتعلم تصميم إنشائي إيه اللي أنا محتاج أعمله؟ لتعلم تصميم الإنشاء إليك بعض الخطوات الأساسية. والتعليم الأكاديمي، أدرس الهندسة المدنية أو الهندسة الإنشائية في الجامعة حيث ستتعلم المفاهيم الأساسية والمهارات اللازمة، البرامج والأدوات، تعلم استخدام برامج التصميم الإنشائي مثل AutoCAD، SAP Plan، ETS وغيرها لإنشاء وتحليل الهياكل. الممارسة العملية، ابحث عن فرص تدريبية أو وظائف في شركات هندسية حتى تكتسب الخبرة العملية. الدورات التعليمية، خذ دورات تدريبية إضافية
لدعم التقنيات الجديدة والتطورات في مجال التصميم الإنشائي. الشهادات المهنية، أحرص على الحصول على شهادة معترف بها بالتصميم الإنشائي لتعزيز مهاراتك وفرص عملك. بالمثابرة والتدريب المستمر يمكنك تطوير نفسك وتصبح محترفا في تصميم الإنشاء. شكرا كل المعلومات دي يا ست شات جي بي تي، والله ربنا يكرمك. عايز أطلب منك طلب أخير. طبعا، ما هو الطلب؟ ممكن تقولي لي حاجة تضحكني بخصوص مهندسين مدني؟ عايز جوك أو نكتة. طبعا، هيا جايب لك واحدة. في مهندس مدني راح يقول لصاحبه: لماذا تحب الجسور؟ قال لصاحبه: عشانها تجمع بيني وبين أماني حياتي. هل كانت هذه كافية يا عبد الرحمن؟ ها ايه فيل يا شاد، شكرا زي الفول قوي كده. تمام يا شيخة روحي بقى، مناقصك. ده كان بالنسبة لشات جي بي تي الجديد. طبعا احنا في القرارات بتاعتنا مش هنعتمد عليه 100%، هو لسه جنين وبيتعرف على العالم والجو بقى اللي هم عاملين يقولوا لنا ده. تمام، نبدا بقى نعتمد على مش الذكاء الاصطناعي الاصطباحي، لا نعتمد على البشر. طبيعي لما انت تبقى عايز تعرف معلومات عن مجال جديد في الهندسه تكلم حد متخصص وخبره في هذا المجال، هو اللي يقول لك الدنيا من اولها لحد اخرها، صح كده؟ كلام شات جي بي تي على كلام متخصص ده الدنيا هتطلع لنا اكتر. خلي بالك شات جي بي تي هو رتب لك المعلومات وقال لك برضو حاجات نفتح بيها دماغنا، هو بيرتب لك بس الافكار مش اكتر، بس ممكن كل الافكار دي كلها معروفه عادي يعني. اتصل. الو، ازيك هندسه؟ بركه حبيبي، عامل ايه؟ الوقت مناسب كلامك فيه؟ تمام. دلوقتي هندسه، كنت عايز اعرف انا لو شغال مهندس سواء بقى تنفيذ او مكتب فني، دي وظيفه الرئيسيه بتاعتي، عايز اعرف ازاي اقدر اكسب فلوس وادخل دخل من التصميم الانشائي كمصدر جانبي. انا عرفت شويه معلومات من شات جي بي تي، طبعا انت عارف شات جي بي تي ايه، مش مصدر ثقه قوي لحد دلوقتي، فانا عايز اعرف منك معلومات معينه. هسالك تحديدا 3 اسئله. مفروض التصميم الانشائي سواء لفيلا او العماره السكنيه يكون في حدود كام؟ يكون في حدود اقل حاجه خالص. انا عارف ان في نوعين من التصاميم، يا اما تصميم بتعمله لشخص او تصميم واخده من مكتب، يعني مكتب مقاولات او شركه مقاولات وانت بتتعامل معاه. لا، انا بتكلم عن واحد عادي كده في الشارع بيبني بيت وعايز يتعمله تصميم انشائي، مفروض تكلفته كام؟ تكلفته في حدود من 8 ل 10، حلو، من 8000 ل 10000 جنيه، جميل، هقول 8000. السؤال الثاني، تصميم الانشائي الواحد لمجموعه لوح انشائيه اللي هم 9 لوحات تقريبا، اساسات وعمدان واسقف وتفاصيل انشائيه وجداول، ياخدوا مني مجهود وقت قد ايه؟ ياخدوا مني يومين بس؟ مش مشروع التخرج يا ابني كنت بتقعدوا شهر وشهرين بتعملوا تصميم؟ ده كان كذا مشروع يعني. ماشي، لكن المشروع الواحد او الفيلا الواحده او التصميم الواحد ياخد منك تقريبا يومين. تمام، ماشي. اليوم كم ساعه شغل تقريبا؟ 8 عاديين، 8 ساعات عاديه، يعني قول اليومين 16 ساعه، قول 20 ساعه يطلعوا بايه؟ بتصميم كامل، صح كده؟ ماشي. ده واحد شاطر بقى ومتدرب ولا واحد لسه جديد ولسه بيبدا؟ واحد لسه جديد، حلو. ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل تعليمه صعب ولا سهل؟ يعني هل انا اتعلمه في صعوبه في ان انا اتعلم حاجه زي كده ولا الموضوع سهل حسب انا شخصيتي ايه؟ ماشي، فهمت. كل واحد ما وكل واحد عنده استيعاب معين. ماشي، شكرا جدا يا هندسه. تسلم، تسلم حبيبي، شكرا على خير. زي ما انتم سمعتوا اهو، دي المعلومات اللي خدتها من زميلي متخصص في التصميم الانشائي. حلو، عايز بقى حل المعلومات دي، هعمل ايه؟ اجي اقول كده ورقه وقلم، والله تصميم انشائي لمنشأ واحد مثلا مثلا مثلا، انا بقول على ورست كيس سيناريو، بياخد له 8000 جنيه، هيجي لي منه 8000 جنيه. حلو، هفرض ان مصاريفي زادت في الشهر الواحد 100%، انا كنت بصرف 5 بقيت بصرف 10 ومرتبي 5000 زي ما هو، خلاص يبقى انا كده عندي عجز الحساب بتاعي كل شهر 5000 جنيه، انا بصرف 10000 وبيجي لي 5، يعني العجز السنوي كام؟ 5000 في الشهر في 12 ب 60000 جنيه، يعني انا محتاج ان انا ازود دخلي 60000 عشان يبقى اللي جاي على قد الرايح واوصل لنقطه التعادل اللي انا كنت واصل لها اصلا قبل موضوع التعويم والازمه والكلام ده كله، صح؟ دي حسابات منطقيه اهو. ماشي، يبقى انا محتاج 60000 في السنه، واحنا قلنا التصميم الانشائي الواحد بيعمل كام الف؟ 8. اقسم الكبير على الصغير، يبقى عدد التصميمات اللي انا محتاج اعملها بيساوي 60000 على 8000 جنيه. قوم جايب الاله حاسبه احسب، انا ضرير في الحسابات، ما فيش. 60000 على 8000، 7 تصميمات ونص، ايه نص؟ يبقى انا محتاج تقريبا 8 تصميمات في السنه، في السنه 8 تصميمات في السنه. واحنا قلنا التصميم الواحد بيكلفنا قد ايه ساعه، بياخد قد ايه وقت؟ زي ما زميلي قال اهو، بياخد لي يومين، وقلنا يا سيدي 20 ساعه، يبقى هضرب 8 تصميمات في 20 ساعه
يديني كام؟ يبقى انا محتاج 160 ساعة عمل اضافية. فين؟ في السنة. هقسم 160 ساعة عمل على 12 شهر، يبقى الشهر الواحد محتاج كام ساعة عمل اضافية؟ يبقى انا محتاج في الشهر 13 ساعة اضافية، او هي طلع وكسور قول 14 ساعة اضافية. 14 ساعة اضافية في الشهر اقسمها على 4 اسابيع. لا مش محتاج الحسبة بقى، يبقى الاسبوع 3 ساعات ونص. يبقى انت في الاسبوع محتاج تشتغل تقريبا 3 ساعات ونص عشان تقدر تحقق تارجت عدد التصميمات دي في السنة. حلو، نقسمها على سكيل يومي. تعال نشوف اليوم هياخد منها قد ايه. 3 ونص على 7 ايام او على 6، خلي الجمعة اجازة. 3 ساعات ونص على 6، نتكلم في تقريبا نص ساعة، ساعة الا ربع. يبقى انت مطلوب منك تزود من نص ساعة لساعة الا ربع في اليوم، او تزود في الاسبوع 3 ساعات ونص عشان تحقق تارجت التمن تصميمات دي اللي هتدخل لك 60,000. السؤال، هل انت تستطيع تزود نص ساعة لساعة الا ربع في اليوم عشان المصدر الدخل الجانبي؟ لا انا دي معرفهاش، انت اللي ترد بقى على نفسك. السؤال التاني، تقدر تخصص يوم واحد من الست ايام نص يوم بس، 3 ساعات ونص تخلص فيه الموضوع بدل ما كل يوم نص ساعة؟ الاجابة لك. هل شايف الموضوع ابليكابل، قابل للتطبيق؟ الاجابة لك. هتقولي هندسة بس انت حسستني من كلامك ان الموضوع سهل قوي قوي، يعني لا الموضوع مش سهل خالص، الموضوع صعب. وعلى ما تجيلك اول شغلانة انت ممكن تقعد من شهرين لثلاث اربع شهور اصلا على ما تنضم في اول شغلانة بس. ولكن هل الموضوع مستحيل؟ انا شايفه مش مستحيل، انا شايفه ممكن يكون في مجهود سن شوية زيادة ولكن الموضوع مش مميت يعني، مش نزيف يعني. ده انت بتقعد على السوشيال ميديا على الموبايل اكتر من كده يا راجل، صح؟ ضحي بنص ساعة ساعة من الوقت اللي بتقعد على الموبايل، مش شغل، وقت الموبايل بس. ايه المانع لما تعمل حاجة زي كده؟ ده كانت خطة عمل اهو، مجرد اقتراح. طب هل التصميم الانشائي بس؟ لا، انا ماليش في التصميم الانشائي، ممكن شغل مكتب فني، حصر كميات، تعمل لوح شوب دروينج، تعمل مستخلصات، تعمل تسعير وهكذا. وشوف بقى مثلا ريفت، تعمل حاجه زي كده ريفت يا سيدي، مالكش خالص في البرامج الكبيره دي. اوتوكاد، تعمل رسومات اوتوكاد بس، انت بترسم بس، مش بترسم هندسه، انت بترسم اي حاجه اصلا. اكسل، ايه المانع لما تحترف الاكسل وتعمل شغل اداره المشروعات بالاكسل وبرضه بالحته؟ هل اقتراحات دي حاسس ان هي مش منطقيه؟ حاسس ان هي منطقيه وقابله للتطبيق؟ انا عايزك بقى ترد عليها تحت في التعليقات ونتناقش. جايز انا وجهه نظري غلط، جايز انا الحسبه اللي حسبتها دي كلها غلط. احنا هنا بنتعود دايما كمهندسين لما نيجي نتناقش على فكره، مش شرط اول واحد يبدا الفكره يبقى هو اللي صح، لا، احنا بنرمي الفكره، بعد كده زميلي بيبلورها، بعد كده زميلي ينتقدها، بعد كده ده يرد عليا، بعد كده ده يعدلها، وده اقترح فكره ثانيه ندخلها فيها، نفضل نعمل كده لحد ما نوصل لنتاج نهائي. يبقى الفكره كده ناضجه وقابله للتنفيذ، نطبقها على كده. مفيش حاجه اسمها واحد بيفهم والباقي بيسمعوا له، لا، مفيش حاجه اسمها كده. ماشي، دي احد الاقتراحات اللي ممكن تفكر فيه. يبقى دول كانوا ثلاث اسباب اهو ممكن تبدا تمشي فيهم. هندسه امشي في واحد واسيب الثاني؟ يعني احنا قلنا السفر، وقلنا البحث عن مرتب افضل في شركات مقاولات، وقلنا مصدر دخل جانبي. ينفع اكتفي بواحد؟ لا خالص، انت ممكن اصلا كل شهر تمشي في سكه. ازاي؟ شهر مثلا كامل تدرجة الشركات اللي انت عايز تشتغل فيها، فانت خلي بقى على مدار شهر شوف بقى خلصت كام شركه، على ما يرد عليك تكون انت مشيت في حاجه ايه تاني، مثلا مشيت في حاجه ليها علاقه بالسفر، على بقى ما تدور على شغل بره بقى ويردوا عليك وقصه والتاشيره ويبعتوا لك وما يبعتلكش والحوارات دي، فيها شهرين ثلاثه تكون انت عملت حاجه ثالثه، فتحت مصدر دخل تاني. فهمني؟ يعني مش عايز دماغك تقصر على طريق واحد بس وتستنى منه نتيجه، لا، في ظل الازمه استخدم كل قدراتك واطرق كل الابواب. انا مش عارف او انا ما اضمنلكش انهي باب يسمع معاك او انهي باب يجيب جون معاك، فاهم حاجه؟ هندسه، يبقى كده الكلام بلا خطه، يبقى احنا كده هنتحرك بالخطه. وده اللي بقصده، اي خطه يا باشا هتحطها الظهر النهارده على العصر تكون اتغيرت. انا زي ما قلت لك انت في واقع متبدل ومتغير، ما تعرفش بكره ما تعرفش كمان ساعه في ايه، خلاص؟ فتبقى انت حافظ في دماغك وانت ماشي في ظل هذه الازمه حاجتين. الحاجه الاولى، انا عايز اسرفايف في الازمه وانجو في ظل الازمه وقلل الخسائر بتاعتي قدر الامكان، مع عدم اخذ قرارات اقتصاديه كبيره، اشتري بقى حاجه ضخمه، اصرف فلوسي في حاجه معينه، لا، اجل القرارات المصيريه شويه، ده لو عندك حاجه وهتاخد فيها قرار اساسي، لكن لو انت على الله يبقى انت تقلل خسائرك قدر الامكان وتطرق كل الابواب، تقعد تفكر مع نفسك كده وتشوف ايه الحاجات اللي اقدر اعملها، حتى سواء بره الهندسه،
والله لو لقيت حاجات جوه الهندسه اقدر اجيب منها فلوس بجانب وظيفتي خير وبركه. عندك العقل، عندك الصحه، عندك المجهود، عندك الوقت. عندك الوقت هندسه، وانت لو عايز تطلع وقت لاي حاجه هتطلعه. انا بقول لك اهو، انا مش راجع عايش في الكهف، لا انا كنت شغال موظف وكنت عارف الوقت بيضيع في ايه والوقت ما بيضيعش في ايه، وامتى الموقع بيكبس وامتى الموقع بيريح وهكذا. فلما بختار عليك اقتراحات بناء على واقع عملي، بناء على واقع انا عايشه. عندك كل ده، ايه بقى اللي ناقصك؟ ليه ما تتحركش؟ وانا عارف يا هندسه انك انت مستنزف، عارف في ظل الازمه دي حالتك النفسيه تعبانه ومتضايق ومخنوق وطاقه سلبيه من حواليك وبتسمع اخبار بتجيب لك شلل. بس انا بقول لك اهو، طول ما انت قاعد فاضي هتفضل دماغك توديك وتجيبك توديك وتجيبك. لازم تشغل نفسك بحاجه، لازم تلهي نفسك بحاجه. فانت عندك الشغل اللي هيك الحمد لله، شوف لك حاجه تانية جنب الشغل تعمل. طب يا هندسه انا بصراحه كلامك ده على راس كل حاجه، ولكن انا مش قادر، انا تعبان. خلاص اكتفي بالشغل بتاعك لحد ما تلاقي فرصه احسن. اهو ما تقلقش ذاتك، هو البني ادم خضروات، احنا خضروات متفاوتة. في واحد ده اخره ان هو يشتغل 8 ساعات في اليوم ومش قادر، في واحد يقول لك لا انا افحر في الصخر واشتغل 24 ساعة، دي خضروات. طيب انا بقى الحاجة الاخيرة قبل ما اختم، ايا كان الحاجة اللي تعملها بجانب شغلك ممكن تأثر على حاجات تانية في حياتك، زي مثلا الوقت اللي كنت بتقضيه مع اهلك، اسرتك بقى ابوك وامك مراتك وعيالك ايا كان، الوقت اللي كنت بتقضيه مع اصحابك، خروجوا في حتة بتقعدوا في حتة بتسهر في حتة وهكذا. ممكن تبقى مأثر مع ربنا، حاجه كنت بتعملها معينه ممكن تاثر فيها، جيم بقى وكنت بتروح الجيم مثلا وبتلعب رياضه او هكذا ممكن تاثر فيه. طيب نعمل ايه؟ نركز في اللي احنا بنعمله والدنيا تخرب من حوالينا؟ لا، مش هفرح بيك لما تكون ناجح عمليا وفاشل في بقيه النواحي. لا، حاول تملى في كل جانب في حياتك، تملى جزء بسيط اكنهم كده كوبايات قدامك، ما يبقاش كوبايه مليانه 100% ده شغلي والباقي كله خربان. لا ما ينفعش، جزء منك لربنا، جزء منك لشغل، جزء منك لحالك معايا، جزء منك للرياضة، جزء منك للفصلان. ما لازم تفصل، وهنا الفصلان احتياج مش رفاهية، لازم تفصل عشان تعرف تشحن طاقة، عشان تعرف تدي في كل ليه النواحي. يبقى انت انسان متكامل قدر الامكان. في اوقات ساعات الدنيا هتغرب منك، بس ما تخربش على طول، ما تبقاش مكمله خربانه. وانت ان شاء الله انا واثق انك انت هتكتسب خبره في القصه دي، هيبقى عندك المرونه، حاجه وقعت منك تملاها، حاجه مالت تفضيها وحطها في حاجه تانية وهكذا. ده مهم جدا جدا عشان تبقى انت انسان متزن نفسيا. ده وجهه نظري المتواضعه. وبكده وصلنا لنهايه الحلقه النهارده، ارجو اكون ما طولتش عليكم. كنت حابب في الحلقه دي ابين ايه اللي مطلوب منك تعمله عشان تبقى انت راضي عن نفسك تماما، تبقى انت نايم على المخده وعارف انك انت عامل عليك وزياده. واتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان كلامي يكون له تاثير عليك في حياتك، وان يكون ساعدك ولو بكلمه واحده، ده انا هكون مبسوط جدا جدا من حاجه زي كده. وطبعا الحوار بيننا مفتوح، اللي عايز يكتب لي التعليقات تحت، اللي عايز يكلمني على الخاص على صفحتي مفيش مشكله، وانا ان شاء الله هرد عليه في اقرب وقت ممكن. وعايز اطلب منكم طلب مهم جدا، وهو انا قلت على 3 حاجات ممكن نعملهم باسباب الارض. انت لو عندك فكره تانية شايف ان هي ممكن تبقى عمليه في هذه الازمه وتبقى بالنسبه لنا مصدر دخل نزود بيه دخلنا ونقلل الخسائر بتاعتنا شويه، يا ريت تشاركنا بيها وتشارك زمايلك. بس غير الفكره ان انا افتح مطعم فراخ فرايد تشيكن وجبنه، لا فكره اتهرست، عايز افكار بقى بجد. واشوفكم على خير، والسلام عليكم يا حضرات.